إذن أنا أسأل أحسن شيء. ما هو الضابط عندنا في الإمامة؟ قلنا عندنا قاعدة في الإمامة. ليش جالس هناك يا شيخ؟ ها؟ ديسك؟ ظهر؟ أين أجلس؟ ها ما هو الضابط؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. لكن قلنا لابد أن نبين الأولى هذا الشيء. طبعا من هو الأولى هذا الشيء، لكن إذا صلى منفردا، يعني الرافض الآن لو صلى منفردا صلاته رافضي؟ ايه رافضي شيعي. ها؟ رافضي يا رجل مجوسي باطل طبعا. مفهوم؟ اي نعم، لأن الرافضة نسأل العافية السلامة ذبائحهم يقول الشيخ العباد ميتة شغل؟ ها يقول ذبائحهم ميتة. طبعا يعني ذبائح اليهود والنصارى يصح أن تؤكل، صح نأكلها، لكن هؤلاء لا، لأنهم رافض. إيش هذا يقول الشيخ عبد المحسن؟ نعم نعم الشيخ عبد الرحمن نبدأ. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الجماعة لابد من الاجتماع على إمام واحد ومن يقدم في الإمامة، وذكرنا تسوية الصفوف، وذكرنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. يبقى معنا في تسوية الصفوف من صلى منفردا خلف الصف. من صلى منفردا خلف الصف وأمكن هذا من الصلاة في الصف فالصلاة باطلة. إذا كانت الصفوف مكتملة ولم يستطع الدخول في الصف وصلى منفردا فالصلاة صحيحة. مرة أخرى، إذا وجد فرجة أو كانت الصفوف كما صفوفنا الآن إلا من رحم الله، لابد تجد فرجة وصلى خلف الصف فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف. هذا معناه أمكن هذا الدخول في الصف، مفهوم؟ لكن إذا لم يمكن وصلى منفردا في الصلاة صحيح، مفهوم؟ نعم. أما المرأة منفردة خلف صفوف الرجال صلاتها صحيحة، ومر معنا الحديث. نعم. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة رضي الله عنه: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. أما أن يسحب رجل من الصفوف، يقول هذا أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن العبد الآن إذا لم يجد فرجة صلى والصلاة صحيحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يلبس أحسن الثياب، يمشي وهو الأولى أو يركب،
يمشي إلى المسجد في سكينة في الحركات ووقار في الهيئة. سكينة في الحركات ووقار في الهيئة. كيف؟ يعني لا يأتي وهو يهرول أو يجري، والهيئة لا يأتي وهو مشمر مثلا أو يرفع الصوت في الجوال أو يكثر من الالتفات. مفهوم؟ نعم. ثم يدخل المسجد، يقدم الرجل اليمنى، يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل للمسجد وجد الصلاة قد أقيمت، ماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام بس لو تغلق يمكن يكون أحسن لي. مغلق الحمد لله، حطه هنا، جزاك الله خير. نعم، ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون الإمام عليها، قائم، راكع، ساجد، حتى ولو كان في التشهد الأخير. مفهوم لهذا الحديث؟ فإذا أدرك الإمام قائما أو راكعا أدرك الركعة إذا كبر تكبيرة الإحرام. نعم، وإلا يقضي هذه الركعة. طيب، ولو فات شيء آخر يقضي كذلك. إذن هذا إذا قيمت الصلاة. وإلا ماذا يصنع؟ إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية وقد أذن لهذه الصلاة كصلاة الفجر، يصلي السنة القبلية، وإلا يتقدم إلى الصفوف الأولى ويصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. بعض الناس هدانا الله إياه يأتي ويقف وتكلم، ينظر في الجوال، لماذا؟ وأن المساجد لله، تتقدم وتصلي. قال قد تقام الصلاة، لو أقيمت كتب لك الأجر، فلو كنت في الركعة الأولى تقطعها بلا تسليم، ولو كنت في الثانية ويغلب على ظنك إدراك الإمام فماذا تصنع؟ تتمها خفيفة دون إخلال بالأركان ثم تدخل مع الإمام. نعم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لكن هل يعني هذا أننا نتعدى المساجد؟ لا، تصلي إلى المسجد الأقرب. أما أن تتعدى المساجد لا، فهذا لا، إلا إذا كان في المسجد الثاني مثلا درس أو اتباع سنة واجتناب بدعة يصح. نعم. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وقد تقدم إمامة النساء للنساء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ما الفائدة من إيراد هذا؟ ما الفائدة يا أم؟ ما الفائدة؟ نعم، أن ليس هناك تقديم أو فضل للغير الأعمى على الأعمى. مفهوم؟ أن هناك من يقول إذا تقدم لدينا في الإمامة استووا في كل شيء، لكن هذا أعمى وهذا بصير، خلاص من يقدم؟ يقال يقدم البصير. لهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا، لا خطأ، الأعمى كالبصير لا إشكال، لا تفاضل بينهما. مفهوم؟ أي نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله، ولهذا قدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك من الصحابة رضي الله عليهم يصلي بالصحابة، وأغلب الصحابة رضي الله عليهم مبصري. مفهوم؟ نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. تقدم أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع.
طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، أن كل من مات من أهل القبلة، كل من مات من أهل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويترحم عليه، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. وكل من مات على الكفر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يترحم عليه ولا نشارك في التعزية، نعم، ويدفن مع الكافرين، نسأل العافية والسلامة، ونحكم على ظاهره والله أعلم بما ختم له، مفهوم؟ طيب، من شهدت له الأمة بالإمامة والصلاح والاستقامة، هذا قول زائد على القول الأول. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، يعني هذا غير متفق عليه بين أئمة أهل السنة، البعض يقول بهذا وبعض يخالف. من شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية، قال هذا نشهد له بعينه أنه في الجنة. ومن شهدت له الأمة، نسأل الله عافية السلامة، بالضلال والإفساد ومحاربة الدين وكذا، هذا نشهد له بعينه أنه من أهل النار، مفهوم؟ هذا القول مختلف فيه. إذن الأول متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، نعم، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. قال عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم. باب صلاة المسافر والمريض. صلاة المسافر والمريض، نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قصر، العلماء يقولوا قصر الرباعية، قصر وترتاح وتحفظ هذه الكلمة دائما لديك، قصر إيش؟ حتى يفهم الغير أن الثلاثية لا تقصر والثنائية لا تقصر، يعني صلاة الفجر لا، المغرب لا، ما هي الرباعية عندنا؟ الظهر والعصر والعشاء، مفهوم؟ إذن المسافر يقصر الرباعية، يقصر الرباعية، هكذا تقول يقصر الرباعية، لو قلت يقصر الصلاة قد يكون هذا إشكال في فهم بعض الناس، تقول يقصر الرباعية، هذا المسافر. طيب، نعم. أما الجمع بين الصلاتين، الجمع يكون للمسافر وكذلك للمريض، المريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. الظهرين يعني الظهر والعصر، إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء، أما جمع تقديم أو جمع تأخير، نعم. قال وللبخاري: ثم هاجر ففرضت الصلاة أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. نعم. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم، وقلنا قصر الرباعية، نعم، هذا قول الفقهاء، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول. نعم. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق عليه. أخرجه البيهقي. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الرباعية في السفر عليه الصلاة والسلام، نعم. أما بالنسبة للصيام سيأتي في باب الصيام بإذن الله، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. الغرض من إيراد هذا الحديث أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الأولى بالمسافر قصر الرباعية، نعم. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. يعني هل يقصر وهو في بلده؟ لا، مجرد ما يتجاوز عامر البنيان يبدأ بالترخص برخص السفر، نعم، سواء كان في الصلاة أو في الصيام على ما سيأتي بإذن الله، نعم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. اتفق عليه واللفظ للبخاري، أي للرباعية، نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما 18. نعم أقصر حتى يرجع. يبقى معنا في صلاة المسافر خلف المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم يصلي بصلاته، وإذا صلى خلف مسافر فيصلي يقصر الرباعية أو صلى منفردا. نعم يبقى معنا مسألة أذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي وجوب صلاة الجماعة على المسافر. يقول إذا كان يسمع النداء يجب أن يجيب. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. يعني يفعل الأيسر، فإذا كان في مسير يؤخر حتى ينزل، وإذا لم يسير عليه الصلاة والسلام يصلي ثم يسير بعد هذا. نعم. فيصنع الأرفق به سواء قدم أو أخر الصلاة ما لم يخرج وقت الصلاة. نعم. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. لم يثبت والله أعلم في تحديد المسافة في السفر ولا تحديد الأيام شيء، فماذا نصنع؟ نرجع إلى العرف ما لم يخالف الشرع. كل ما يعد عرفا أنه سفر فهذا سفر. خرج الشيخ عيسى من الدوحة هنا إلى الإحساء، في عرف الناس سفر مفهوم، لكن خرج هذه المنطقة السماء سلطة، والمنطقة اللي أنتم فيها عين خالد. قال أنا والله مسافر عين خالد، يضحك هذا يقول كيف مسافر، هذا ليس بالسفر أصلا مفهوم. أو عندكم مناطق قريبة للنزهة أو كذا داخل القطر مثل الشمال، قال مسافر الشمال، الشمال ما هو عند البحر مثلا. أي نعم. هل هذا سفر؟ لا لا يعد سفر مفهوم. نعم. احنا ليس لنا علاقة، يقول يرجع فيه الى العرف ما عده العرف انه سفر. وفي الغالب عندنا العلماء يذكروا ان هذا قرابة 8 كيلومتر مفهوم. نعم. كذلك المرض، الان المرض انسان مجروح في اصبعه هنا وافطر في نهار رمضان، لماذا تفطر يا شيخ عيسى؟ قال مريض، حتى ما يرى يعني هذا الجرح، هذا ليس بمرض، المرض الذي يشق عليه. أما السفر ننظر فيه عرفا، يعد عرفا أنه سفر تقول سفر، يعد عرفا أن ليس بسفر فهذا ليس بسفر. في الغالب السفر أنه مثلا ينظر في إطارات السيارة مثلا يأخذ بعض الأغراض وكذا. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا خرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. ما يتعلق بالصيام سيأتي معنا، أما الصلاة قد تقدم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. هذا صلاة المريض، يصلي قائما، ركن من أركان الصلاة الفريضة طبعا.
أما النافلة صح أن يصلي جالسا ويأخذ نصف أجر القائم. فإن لم يستطع يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب ويأخذ الأجر كاملا. مفهوم؟ لأنه معذور مريض. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفا. وقد تقدم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. وقد تقدم أن حال القيام يتربع إن استطاع، وإلا يجلس على ما يستطيع، وحال الجلوس يجلس مفترشا على ما تقدم. نعم. باب الجمعة. الجمعة هو اجتماع أهل المدينة في كل أسبوع في يوم الجمعة، وهذه يعني ميزة تميزت بها هذه الأمة، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام إلى هذا اليوم. نعم. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. نعم، وهذا أدل على وجوب صلاة الجمعة. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. اتفق عليه واللفظ البخاري. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر اختلاف الفقهاء في أول وقت الجمعة، ويقول لا إشكال أن تكون الخطبة قبل دخول وقت الظهر، لكن الأحوط والأولى أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت. نعم، والله أعلم. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. نعم، يخطب قائما، يدخل الإمام ويسلم، يستقبل الناس بوجهه، يسلم على الناس، ثم يجلس، ثم يكون بعد هذا الأذان، ثم يقوم ويخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل تقام الصلاة ويصلي بهم ركعتين. كل صلاة يشرع لها اجتماع عام تكون القراءة فيها جهرية. صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، صحيح؟ أي نعم، كل صلاة يشرع لها اجتماع عام القراءة فيها جهرية، وإلا نحن نعلم أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. نعم، في الأولين. نعم. قال فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. رواه مسلم. ما الشاهد هنا؟ الشاهد أن الجمعة انعقد بثلاثة، هذا اللي يذكر، لأن هناك خلاف أيضا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، ويرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا أن الجمعة تنعقد بثلاثة، خطيب أو إمام هو ومعه اثنان. نعم. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله. وقد تقدم ان الجماعه والجمعه تدرك بادراك ركعه، فلو ادرك اقل من ركعه يصلي اربعا وتكون ظهرا. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. خرجه مسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. صبحكم ومساكم، يعني لا يستطيع
يعني لابد يختصر الآن هنا الذي ينبه. يعني الشيخ فهد رأى الشيخ عبد الله يكاد يسقط في حفرة، يقول يا عبد الله يا أخي ما يمكن، يقول حفرة صحيح، يختصر، لأن هذا الموضع ليس موضع تفصيل، هذا موضع اختصار، يقول انتبه الحفرة خلاص، يعني هذا الجيش صبحكم أو مساكم، مفهوم؟ نعم. ولهذا الخطيب يختصر ويكون رفع الصوت وكأنه منذر جيش. نعم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. نعم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. نعم. الخطبة تفتتح بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون فيها وعظ، آية أو حديث، ويكفي هذا. وبعض الناس هدانا الله إياهم يتغيب الإمام أحيانا، فماذا تصنع؟ قد تستطيع تسعد المنبر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يجلس ثم يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وينزل ويصلي. في إشكال؟ كل شيء صحيح، جاء بآية وبحديث ووعظ، من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أسهل ما يكون، مفهوم؟ والشيخ فهد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قاف، وقرأ سورة قاف نصف في الأولى ونصف الثانية ونزل، صحيح؟ من أحسن ما يكون، صحيح؟ الحمد لله. إذن يتغيب الإمام، خذ مصحف واصعد. والشيخ عيسى خرج بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو يقول لن يحفظ أصول ثلاثة، يقرأ أصول ثلاثة صح، اعلم أرشدك الله لطاعته، يختار أي موضع من أصول ثلاثة يخطب، صحيح، أحسن خطبة. أو يقول مثلا يبدأ بالواسطية مثلا، صح، أي نعم، ماذا قال في أول واسطية؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. مسابقة في الجامعة الإسلامية في الخطابة، أحد الطلاب قام وخطب بماذا؟ بالواسطية، أعطوه جائزة، أحسن خطبة، مفهوم؟ ومرتاح. نعم. فهذا الأمر يسير. يا أخواننا، لماذا نترك المجال لأهل البدع؟ لا تتصدر، هذا لا تفتي، ليست بفتوى ولا بتصدر، صحيح؟ تستطيع قراءة سورة قاف شيخ فهد، يا أخي اصعد المنبر وقرأ سورة قاف، طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسدت ثغرة. وبعض المساجد اليوم يصلي ظهر، صحيح والله، صلي ظهر تحفظ سورة العصر وحديث واحد وترتاح والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. يعني علامة على فقهه، وهذا فيه أنه يعني لا يطيل، إطالة تشق على المأمومين. نعم. وأما القراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا: سبح والغاشية، أو بالجمعة والمنافقين. نعم.
وعن أم أو عن أم هشام بنت حارث رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وهذا أسهل ما يكون، نعم، للخطباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام يخطب هذا ممنوع منه، ولا يتكلم، ينصت للإمام، نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن الإمام يتكلم مع أحد المصلين ولا إشكال في هذا، وهذا ليس من اللغو، وينكر عليه مثلا إذا جلس ولم يصلي أو يتعدى يتخطى رقاب الناس، نعم. ودخل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستسقاء، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه هزيمة، نعم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن لو اجتمع في يوم واحد صلاة العيد وصلاة الجمعة، فمن صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة للظهر، والإمام يصلي الجمعة، مفهوم؟ إذن من صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة ولم يسقط عنه الظهر، أما الإمام يصلي بالناس الجمعة، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. نعم، هذا في بيتي أو في المسجد؟ في المسجد أربع ركعات، وقد تقدم معنا في بيته يصلي ركعتين، يعني لو صلى في بيته يصلي ركعتين، ولو صلى في المسجد يصلي أربع ركعات. طيب، هل الجمعة سنة قبلية؟ لا. بعدية؟ لا، لكن هذه صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة. السنة القبلية ليس هناك سنة راتبة أقصد بهذا، لكن نفل مطلق، نعم، يصلي ما شاء قبل الجمعة ركعتين ركعتين، نعم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. نعم، هذا في صلاة الجمعة وفي الصلوات المفروضة، نعم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالأذكار أدبار الصلوات ثم بعد هذا يأتي بالنافلة، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة، يعني اغتسل، وقلنا هناك قول أن غسل يوم الجمعة واجب، نعم. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، نعم، قلنا نفل مطلق يصلي، نعم. ثم أنصت، يعني وجوبا، حتى يفرغ الإمام من خطبته، نعم. ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. نعم، نسأل الله من فضله، نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية المسلم: وهي ساعة خفيفة. نعم، هذه الساعة اختلف فيها العلماء، والله سبحانه وتعالى أخفاها
عنا حتى نجتهد. من أرجح الأقوال أنها آخر ساعة في يوم الجمعة قبل أن تغرب الشمس، أو من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، والله أعلم. وعلينا أن نجتهد، والله سبحانه وتعالى يعني يكتب لنا ولكم إدراك هذه الساعة يا رب. نعم. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم، رجح الدرقني وأنه من قول أبي بردة. نعم. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وذكر هنا ما ترجح لديه والله أعلم من الوقتين. نعم، أنها من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة أو في آخر ساعة قبل أن تغرب الشمس. نعم، هذا لديه كأنها هي أرجح الأقوال لديه والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدرقطني بإسناد ضعيف. وقلنا الراجح 3. نعم. وعن سمرة ابن جندب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر. نعم. فلكن لو جاء إنسان مسافر مثل الآن إلى هذا البلد وصلى الجمعة يصح، يصلي إمام أو يصلي خلف الإمام. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. نعم. وعن جابر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. كان يريد أن يبين أركان الخطبة، يفتتح الخطبة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية من القرآن ويكون فيها وعظ. نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم فيه جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم برواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ويغني عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر، فتجب على المسلم العاقل البالغ المستوطن القادر. نعم. وإذا كانوا 3 فأكثر. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. نعم. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه الصلاة تدل على وجوب صلاة الجماعة، لأننا في الخوف نجتمع، من باب أولى في غير الخوف. نعم. قال وتصح صلاة الخوف على كل صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجع إلى مكان الكفار، فإذا كانوا جهة القبلة تكون صفة، في عكس القبلة تكون صفة أخرى، وإذا اختلطوا يصلي حيث توجه ويصنع ما يريد من ضرب أو جري أو ما إلى ذلك. نعم. وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. إذن هنا العدو في غير القبلة. نعم. فصلى بالذين معه ركعة، يصلي ركعة ثم يقوم إلى الثاني عليه الصلاة والسلام، فيأتي فهؤلاء يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم وينصرفوا للحراسة، تأتي الطائفة الثانية ويدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي بهم ركعة ثم يجلس التشهد ثم يقوم ويأتون بركعة ثم يسلم بهم. نعم. ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. هذا الطائفة الأولى وسلموا وانصرفوا، تأتي الطائفة الثانية. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. نعم. لو أردتم بعد نهاية الدرس نصليها يعني تطبيقا. نعم. ووقع في المعرفة للإيمان ده عن صالح بن خوات عن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم ركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين اتفق عليه وهذا لفظ البخاري. نعم. إذن صلى بكل طائفة ركعة. نعم. ولكن هنا الفرق أنه سلم ثم قاموا وأتموا ركعة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الحالة الثانية، إذن العدو هنا في القبلة. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا الصفين. نعم. ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني الصف الثاني لم يسجد ظلوا قياما. نعم. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. نعم. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. نعم. أما الصف الآخر الآن يسجد. نعم. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله، يعني الصف الثاني يتقدم والصف الأول يتأخر. نعم. هذا قد يقول بعض الناس لماذا نصنعها، صلي طائفة وتحرس الطائفة الثانية ثم تصلي طائفة والثاوى الأولى التي صلت تحرس. نقول لا، أولا هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في إغاظة للعدو، أننا في الخوف نجتمع فبالنا بحال السلم. نعم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لا الافتراق. نعم. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم جميع رواه مسلم. نعم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه مثله وزاد أنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. نعم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم. لا صح. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو خرجه الدرقطني بإسناد ضعيف. نعم. باب صلاة العيدين. صلاة العيدين عيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى كم يوم؟ 4 أيام، يوم العيد وأيام التشريق 3. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. نعم. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وإسناده صحيح. نعم، يعني دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان لابد فيه من رؤية الهلال، ونحن في هذه الأيام عندنا إشكال في رؤية الهلال وكذا، فماذا نصنع؟ نصنع ننظر، لو تكون في دولة مسلمة تصوم على ما يأمر به السلطان، سواء كانت بالرؤية أو بالأمور الفلكية الحساب، مفهوم؟ وأما إذا كان في دولة غير مسلمة يقول الذي يعني يكون عليه أحسن أن نرجع إلى ما عليه الناس في مكة. لماذا؟ قالوا لأن يعني صيام مكة والفطر وكذا هذا عليه أكثر الناس أولا، الثاني أنهم يتحروا الرؤية وفتوى اللجنة وما لذلك، لأن بعض الدول تعرف عندنا الغير مسلمة يعني يتبعوا أقرب دولة، ويقول أقرب دولة في الغالب أنهم يعني لا يتحروا ولا كذا والناس تنقسم، فهذا قول، وهذا والله أعلم يعني لو صير إليه يكون أحسن، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة وصل أحمد ويأكلهن أفرادا. إذن السنة في عيد الفطر أن يفطر بعد صلاة الفجر بتمرات، نعم، وفي عيد الأضحى لا يأكل حتى يرجع ويأكل من الأضحية، مفهوم؟ نعم. فالسنة في صلاة عيد الفطر أن صلاة العيد عيد الفطر تقدم أو تؤخر؟ تؤخر، لأن هذا الوقت يأكل فيه تمرات وتؤدى زكاة الفطر، لأن أفضل الوقت هو هذا الوقت. أما صلاة عيد الأضحى تقدم حتى يكون هناك متسع لذبح الأضاحي. نعم. سبحان الله، في كل عيد يشرع لنا أن نقدم قربان، في عيد الفطر زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى الأضاحي، وفي عيد الجمعة هذا عيد الأسبوع، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين رضوان الله على الجميع أنهم في يوم الجمعة يقولوا جمعة مباركة مثل ما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم، مفهوم؟ نعم. فالله سبحانه وتعالى خفف عنا يوم الجمعة بماذا؟ بالتبكير، التبكير يقابل تقديم قربان، مفهوم؟ أي نعم. وهذا عيد أهل الإسلام، فيه مواساة وفيه اجتماع وفيه استقبال اليوم بالطاعة بعدم السهر، عدم ضياع الأموال، خلافا لعيد الكفار، نسأل العافية والسلامة. نعم. أحسن الله عليك. قال عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين الفرض والنفل، وهذا اليوم يوم العيد يحرم صيامه. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. نعم، يشهدنا الخير ودعوة أهل الإسلام، فهذا الاجتماع طبعا يكون بالضوابط الشرعية، تخرج المرأة في حجابها غير سافرة ولا متطيبة بطيب. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم، تكون الصلاة أولا ثم الخطبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، خرجه السبعة. السنة في صلاة العيد أن تصلى بالمصلى يعني خارج البنيان، ومعنى هذا أنه لا تحية لهذا المسجد لأنه ليس بمسجد أصلا، في المصلى، الناس صلي في المصلى، فلا ركعتين ولا أذان ولا إقامة، وقد تقدم معنى هذا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. إذن أول ما يكون أنه يصلي ثم بعد هذا يخطب. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم. يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ يستعيذ وبسمل بعد قراءة دعاء الاستفتاح استحبابا، ثم بعد هذا يتم الأولى، ثم يقوم إلى الثانية، يكبر فيها 5 تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، ومع وإذا حسبت تكبيرة الانتقال أصبحت 6 تكبيرات، مفهوم؟ تكبيرة الانتقال هذه لا تحسب، مفهوم؟ نعم. عادة الناس اليوم الجهر بالتكبير، بالتكبيرة، هذه التكبيرات، تكبيرة الإحرام والتي تليها. نعم، 7 تكبيرات في الأولى، وقلنا 5 في الثانية دون تكبيرة الانتقال. الأصل الإصرار بها لأن تكبيرة انتقال، إلا الإمام هو الذي يجهر، مفهوم؟ نعم. لو ترك هذه التكبيرات سهوا فالصلاة صح، لأنها سنة. نعم. إذا عندنا من التكبيرات ما هو ركن، تكبيرة الإحرام، وعندنا من التكبيرات ما هو واجب، جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام، وعندنا من التكبيرات ما هو السنة، التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء، صحيح؟ وعندنا تكبيرات كذلك في الصلاة على الجنائز، 5 تكبيرات، 7 تكبيرات الزائدة سنة، وعندنا تكبيرات بدعة من البدع، وهن يزيد على غير ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري، ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. نعم، يذهب من طريق ويرجع من آخر في العيدين، أما في الجمعة لا. طيب، ولما قال حتى يهنئ الناس عليه الصلاة والسلام، ويقال في العيد تقبل منا ومنكم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهل يصح بعد هذا أن الله سبحانه وتعالى أبدلنا بعيد الفطر وعيد الأضحى أن نأتي إلى أعياد الكفار أو إلى الأعياد المحدثة أو ما إلى ذلك؟ لا والله. نعم. وعن أبي سعيد وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هل تصح صلاة العيد في المساجد؟ نعم تصح، لكن السنة أن تكون خارج البنيان. نعم. ولو صلى في المسجد صحت. نعم. باب صلاة الكسوف. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم هو من ماريا. نعم. ومات الكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. نعم. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، اتفق عليه. نعم. وصلاة الكسوف واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية البخاري حتى تنجلي. يعني ماذا نصنع؟ نصلي وندعو ونتصدق، لأن ورد في الحديث. نعم. وللبخاري يعني يصلي ويطيل الصلاة حتى يغلب على ظنه أن الكسوف قد انجلى. نعم. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم، لأنها تخويف من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس عندنا في هذه الأيام يخرج ويأتي هذه الكاميرات أو كذا، تلسكوب ولا كذا، ما أدري إيش يسمى، تلسكوب. نعم، ويصور وكذا ونظارات وغيره. أما الإعلان، يقول الأصل أننا لا نعلن، وإن حدث هذا ينادى حتى يأتي الناس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. نعم، يصلي ركعتين. وإحنا قد تقدم معنا كل صلاة يشرع لها اجتماع عام يكون فيه الجهر بالقراءة، يصلي ركعتين، يقوم في الأولى ويطيل القراءة بعد الفاتحة، يطيل، ثم يكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة هي في الطول دون الأولى، ثم يكبر ويركع، ثم سمع الله لمن حمده ويرفع، ثم يسجد، ثم يجلس، ثم يسجد، ثم يقوم، ويصنع في الثانية ما صنع في الأولى، يقرأ ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويتم الركعة. مفهوم؟ أي نعم. طيب، الصلاة مختلفة، لكن لو سهى الإمام وصلى كصلاة الفجر، صلى الركعتين كصلاة الفجر، الصلاة صحيحة. مفهوم؟ لو أدرك الإمام وهو في القيام الثاني، يعني الآن قام الإمام في الأولى قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وقرأ، وأدركت هنا، لم تدرك الركعة، وعندما يسلم الإمام لابد من قضاء هذه الركعة. مفهوم؟ إذن الإدراك يكون بالقيام الأول، بإدراك الركوع الأول. يعني لو أدرك بعد الركوع الأول فاتته الركعة. مفهوم؟ نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، يعني كما يطيل في القيام يطيل في الركوع، يطيل في السجود، ويطيل في الاعتدال، وفي الجلسة بين السجدتين. نعم. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات، صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. نعم، هذا يعني انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والبعض يقول أنه صلى على هذه الصفة اللي ذكرناها في ركعتين، وبعضهم يقول 8 ركعات أو 4 ركعات أو كذا. لابد أن نرجح صفة واحدة وهي التي ذكرناها، وبقية الصفات لابد أن تكون ضعيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة ولا يمكن الجمع. نعم. قال: وله عن جابر رضي الله عنه
صلى 6 ركعات ب4 سجدات. نعم. ولي أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي مثله دون آخره. نعم. صلاة الاستسقاء هل ينجر هذا الحكم إلى الآيات الأخرى كالزلازل البراكين وما إلى ذلك؟ خلاف بين العلماء، مفهوم؟ نعم. والذي يرجح والله أعلم أنه لا يصلى إلا لصلاة الخسوف والكسوف. نعم. قال باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، فإذا اضطر الناس للماء سواء كان فقد الماء أو حصل نقص من الماء يواعدهم السلطان يوما يخرجون فيه. نعم. ويأمرهم قبل الخروج بفعل الأشياء الموجبة لرحمة الله والدافعة لسخط الله سبحانه وتعالى، خروج من المظالم، الصدقة وما إلى ذلك، ولا يحدد يعني دائما يوم يكون فيه الناس على صيام كيوم الاثنين أو الخميس. ويصح أن يكون الاستسقاء حتى في خطبة الجمعة. نعم. فإذا تحديد الاستسقاء بيوم الاثنين أو الخميس أحيانا يصح. لماذا؟ قال حتى يكون الناس على صيام. أما أن نجعل هذا أمر دائم لا، مفهوم؟ أي نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 5 وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه. إذن تصلى صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين في المصلى. نعم. وكما قلنا اجتماع جهر بالقراءة. نعم. فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر وقت العيدين ووقت الاستسقاء. يقول إذا ارتفعت الشمس يعني هو وقت الإشراق. نعم. وعلى قول أنه وقت الجمعة، لكن قلنا الأحوط أن تكون الصلاة بعد دخول وقت الظهر. نعم. فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطي ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه تفاؤلا يقلب الرداء تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يقلب الحال من قحط إلى غيث. نعم. ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. نعم. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. ولدرقي من موصي أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. نعم تفاؤلا. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن صلاة الاستسقاء وأن يبين أن الاستسقاء قد يكون يوم الجمعة والخطيب في خطبته. نعم في الجمعة.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، اتفق عليه. نعم، المطر في الغالب يكون عذاب، التي أمطرت مطر السوء، فتقول: اللهم أغثنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا، يعني جذب القحط، ولا تنبت الأرض شيئا. تقول: اللهم أغثنا. نعم. وينزل، ما قال المطر، قال: وينزل الغيث. مفهوم؟ المطر في الغالب يأتي عذاب، نسأل الله عافية السلام، في الغالب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن عمر رضي الله عنه كانوا وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. يعني ما معنى هذا؟ يعني أوقف يأتي بمن؟ بإنسان مستجاب الدعوة، العباس، وهو يدعو رضي الله عنه. نعم. وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فماذا نصنع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصنع الصحابة، يأتوا بإنسان مستجاب الدعوة كالعباس. نعم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. يعني بدعاء العباس، هو الذي يدعو ونحن نؤمن. نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه بعض الناس يقول: لا، المعنى غير هذا. نقول: هذا نعتبر إذا أشكل عليك شيء عند أهل الباطل، استشكل عليك شيء، تقول: اسمع، أنا هذا الحديث لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، وأقطع أنه كلام الله لا يتناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وترد المحكم، وعندنا نصوص محكمة وبينة، صح؟ ولا يمكن أن يطلب شيء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. نعم، وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. نعم. وعن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب اللباس. باب اللباس، لماذا أورد اللباس هنا في كتاب الصلاة؟ قلنا عادة الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يذكروا المسائل في أول مكان تذكر فيه، وقد تقدم معنا من شروط الصلاة أخذ الزينة في الصلاة. نعم. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري. نعم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن المصلي لو صلى في ثوب حرير، هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ ستر العورة الآن بثوب محرم، إما محرم لعينه كالحرير، أو لوصفه مثلا ضيق، أو لكسبه مسروق. نعم، فغطى العورة بثوب محرم، خرج بهذا ما لو
وضع عمامة على رأسه، عمامة حرير. لو وضع عمامة حرير يقول الصلاة صحيحة وعليه إثم لبس الحرير داخل وخرج الصلاة، هذا للذكور للإناث. أما لو غطى العورة فغطاها بثوب محرم والصلاة باطلة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نعم، الجلوس على الحرير كاللبس محرم بل كبيرة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا إذا كان الحرير يسير كأن يكون مثلا بطانة أو ما لذلك، هذا يصح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. لمرض، فيصح لبس الحرير لمرض و حرب، في الحرب، لأن هذا موضع فيه غاضة للكفار، كان يخرج هذا المقاتل من الكافرين مدجج بالسلاح لا يرى منه شيء حتى العينين، ويخرج المقاتل من أهل الإسلام في ماذا؟ في لباس الحرير، معنى هذا كأنه يخرج للنزهة لا يبالي بالكفار، مفهوم؟ نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يعني صح أن تهدي الحرير، لكن ليس معنى هذا أن تلبس الحرير. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يعني أن العبد يعني يكون لباسه حسن ونعله حسن، ولكن لا يتكبر وترفع على الناس ويلبس ما يلبس الناس، ولا يلبس لباس شهرة، ولابد أن يلبس لباس لا يظن الناس به غير الواقع، يعني يلبس كما يلبس المتصوفة ويظن به الناس أنه فقير. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. لدينا ما هو يعني مثل الزعفران، اللون العصفر، اللون الذي يكون قريب من الزعفران، أصفر مائل إلى الحمرة، ولأن هذا هو طيب النساء، النساء طيب النساء في اللون وطيب الرجال في الرائحة، مفهوم؟ أي نعم. لكن هذا الشماغ الأحمر الآن هذا لا إشكال فيه، لأنه غالبه يعني أحمر ومخلوط، يصح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. نعم، لأنه لا يجوز للرجال. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. نعم. وزاد البخاري في الأدب: وكان يلبسها للوفد والجمعة. يعني إذا كان الحرير يسيرا كما تقدم معنا أربع أصابع وكان بطانا وما لذلك يصح، وإلا فلا. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.